الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف توريد القمح المحلي من المزارعين والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية وكذا لكميات الأقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن إجمالي الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى اليوم وصل إلى 3 ملايين طن، وأن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة. أشادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بمستوى التعاون مع مصر وأهميتها في تحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في إطار إعلان البنتاغون عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات هليكوبتر وعتاد متصل بها لمصر. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره القبرصي يوانس كاسوليدس، وتناولت المباحثات ملفات العلاقات الثنائية كافة ودفع التعاون في عدد من المجالات أبرزها التجارة والطاقة والاستثمار، وكذا لتناول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام. طلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على مخرجات اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان، وخلال لقائه وفد الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين ثمن البرهان الجهود المقدرة التي تطلع بها الآلية السياسية الأمنية المشتركة، موجها بتفعيل عمل آليات الاتفاقات المشتركة بين البلدين وتسريع الخطى في تنفيذ بنودها من أجل منفعة شعبي البلدين. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن موسكو مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، بشرط أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا. ولفت الكرملين إلى أن بوتين تحدث أيضا عن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الملاحة، بما في ذلك فتح ممرات إنسانية يوميا لخروج السفن والسفن المدنية من موانئ بحر أزوف والبحر الأسود، الأمر الذي يعرقله الجانب الأوكراني. واعتبر بوتين أن تحميل روسيا مسؤولية مشاكل الإمدادات الغذائية في السوق العالمية لا أساس له. كشف الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن استراتيجية الناتو الجديدة التي سيناقشها الحلف في قمة مدريد في يونيو المقبل لن تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا. ووفقا للأمين العام لحلف الناتو فأن المفهوم الاستراتيجي سيرسل رسائل لتعزيز الموقف العسكري ضد روسيا، معتبرا أن صعود الصين له تداعيات على أمريكا الشمالية وأوروبا. استخدمت الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية.
وصوت أعضاء المجلس 13 الآخرون لصالح خفض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرر. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. إليكم تحياتي، أنا حور محمد، إلى اللقاء.